ورجعنا لكم في فيديو رقم 6 واليونت 8 فيديوهات، وده رقم 6 فاضل لنا فيديوهين تاني، يونت 1 الصف الثاني الابتدائي، وقعدنا دلوقتي مع ريفيو ان يونت 1، مراجعه على يونت 1 كله، وناخد الكلمات المهمه اللي جت في اليونت. ميت، ميت يعني قابل، فاميلي عائله، فاميلي، جراند بيرنتس جد وجده، جراند بيرنتس، بيرنتس الأب والأم، parents، grandpa، grandpa، grandpa معناها جد، grandma، grandma، grandma جدة، brother، brother يعني أخ، sister، sister أخت، cousin، cousin ابن العم أو الخال، cousin، this is، this is يعني هذا. لما أجي أقول أشاور على واحد أقول إيه؟ this is my teacher مثلا، ده مدرس بتاعي. This is my brother. These are يعني هؤلاء. لما اجي بتكلم عن كذا واحد، بشاور على كذا واحد، اقول ايه؟ These are مثلا، زي ما اقول مثلا ايه؟ These are my parents، دول بابا وماما. These are my grandparents. Wear، wear يعني يرتدي او يلبس. Wear jacket مثلا، يرتدي جاكيت. Good يعني جيد او كويس او بخير. Good morning، كلمة morning يعني صباح. Afternoon، afternoon بعد الظهر. Evening، evening يعني المساء أو بالليل خالص. Night يعني الليل. Night الليل ده اللي هو إيه؟ قبل ما أنام كده بشوية، اسمه إيه؟ Night. طيب. Come up، come up، come up يعني تشرق، يعني الشمس إيه؟ Come up، the sun comes up in the morning، يعني الشمس بتشرق في الصباح، يبقى come up معناه إيه؟ تشرق. Go down، go down يعني تغرب. Go down، the sun goes down in the evening. تمام. Sky، sky معناها السماء. Neighbor، neighbor معناها جار. Neighbor، جار. Help، يساعد. Help، help. Play with، play with يعني يلعب مع. Friend، friend صديق. Come، come يعني يأتي أو يجي، أو مثلا come here تعال هنا. have to، have to يعني يجب، زي مثلا بقول إيه؟ I have to help my mother، I have to help my mother، have to help my mother يعني يجب علي أن أنا أساعد يوم والدتي. moon القمر، sun شمس، children، children، children أطفال، chicken، chicken فراخ، chips، chips اللي هو الشيبس او شرايح البطاطس، chips. beach، beach يعني شاطئ. teacher، teacher مدرس. teddy bear اللي هو الدب، teddy، teddy bear. وبكده خدنا كل الكلمات المهمه في يونت 1، لازم نحفظها كويس. وهشوفكم، وده كان الفيديو رقم 6، اشوفكم في فيديو رقم 7، هنعمل مراجعه على اليونت كله. باي باي.